صباح الخير او مساء الخير يا برج الجدي. طب يا برج الجدي، خلينا نشوف قراءتك العاطفية. انت في طاقة الجادجمنت والفايف اوف كابس وفور اوف سوردز. ممكن يكون في علاقة انتهت الفترة اللي فاتت دي، وما زالت هذه العلاقة مأثرة عليك، أو كانت منتهية وبعد كده تم الرجوع، مثلا رجعتوا لبعض تاني. خلي هنشوف برضو، كله هيبان من هنا. وممكن تكون في صحوة جواك بدأت، يعني بدأت ان انت تشعر بيها في هذه العلاقة يعني. وممكن يكون رجوع برضو، لان اعتقد انتوا مفارقين بعض بقالكم مدة وبعد كده تم الرجوع مرة تانية. فخلينا نشوف. طيب هنا مشاعر الشريك ايه؟ ده زعلان منك قوي. لا ده انفصال بقى، انتم منفصلين عن بعض، وانفصال حقيقي. انتم ممكن تكونوا كنتوا زعلانين من بعض وانفصلتوا انفصال حقيقي، يعني خلاص مثلا انت عملت بلوك وهو عمل لك بلوك، او انفصال في محكمة وهو خد الاولاد مثلا، او حاجة زي كده. طيب خلينا نشوف كده، طاقتك غريبة شوية برج الجدي. عايز الشخص مشاعره ايه اتجاهك؟ زي ما قلت هنا، الشخص ده بيفكر فيك قوي، وانا هخلي دول على جنب كده بس عشان انا يبقوا معايا. بيفكر فيك قوي قوي قوي، وانت شاغل جزء كبير قوي من تفكير هذا الشخص. ممكن تكونوا بالفعل انتوا رجعتوا لبعض، بس هذا الشخص مش عارف. الشخص ده على فكرة غريب شوية. إذا هرمت هنا معناها إنه ممكن يكون بيفكر في مشاعره مش من الناحية العاطفية. ده بيفكر هل أنت بالفعل مثلا بتحبه ولا لا. هو على فكرة مش متأكد إذا كنت أنت عايزه أصلا ولا لا. وممكن كمان بيفكر بشكل مش عاطفي خالص. هو راكن مشاعره أصلا، وداخل جوازاته قوي، داخل جوازاته قوي، وعمال يفكر هل يستنى ولا يبص لقدام، يعني يديك ظهره بقى ولا يبص لقدام ولا يكمل معاك ولا يديك فرصة تانية. مثلا ممكن تكون انتوا بالفعل رجعتوا تتكلموا بعد زعل مثلا، وانت عرضت عليه مثلا ان احنا طب تعالى مثلا ندخل العلاقة وندي فرصة تانية لهذه العلاقة. فهو ان كنت بالفعل رجعتوا لبعض، فما زال هذا الشخص بيفكر تفكير، الشخص بيفكر تفكير سلبي على فكرة مش ايجابي، بيفكر تفكير سلبي فيك، يعني مش سلبي اللي هو بيشتمك في باله، لا هو الحقيقة في دماغه بيتخانق معاك. شوف بقى المفاجأة، هو في دماغه، داخل دماغه هو بيتخانق معاك. بص في جوه دماغه في خناقة. مش بقولك الشخص ده مش سوي نفسيا، مش مريض نفسي، لكن في الحالة دي هو مش سوي نفسيا، بيفكر تفكير سلبي قوي قوي، وشعر بان العلاقة دي مش هتكمل مثلا. يعني انتوا رجعتوا بالفعل، رجعتوا كل حاجة تمام وتأسفتوا لبعض وكل حاجة، لكن هو داخليا هو مش عارف يحط رجله فين. انا بحبه ولا بكرهه، عايزه ولا مش عايزه. عنده كلام كتير هذا الشخص ده. الشخص ده كله عصيان عصيان، مفيش كوباية خالص خالص. حتى هو ظهرمت هنا برضو، بص ماسك عصاية برضو. ده ممكن تكون بتعامل مع حد برج ناري مثلا، او جوزاء، ترابي، حمل برضو جوزاء او دلو. بس هو داخليا مش عارف يثبت على مشاعر محددة ليك من الاخر كده، ولا هو اصلا مش متأكد منك. الشخص ده لو كان برج العذراء، فخلي بالك ان برج العذراء شكاك شوية، يعني بيشك في الكلام اللي معاه. يعني انت مثلا كبرج جدي لو قلت بحبك يبقى بحبك، وحشتني يبقى وحشتني، عايز ارجع يبقى عايز ارجع. انما هو ممكن يكون هيرجع ليك مرة تانية، هيدخل في العلاقة تاني، ولكن داخليا هو بيبحث عن اجوبة وعنده اسئلة. ده هرمت، ده شخص ده كاهن،
يدخل في الكهف بتاعه ينعزل عن الناس عشان يجاوب على أسئلة جوه دماغه هو، جوه عقله هو. فهو عنده أسئلة كتير قوي هو مش عارف يقولها لك. يعني مثلا عايز يقول لك احنا هنكمل نروح فين مثلا، طب بعد كده ايه اللي هيحصل في العلاقة، طب الخطوة الجاية ايه. بيحب يفكر الأول وبعد كده يشغل قلبه، انما هو مش يشغل قلبه قبل عقله أبدا، هو مازال عقله عنده أسئلة ملهاش إجابة. فلو الشخص ده بيتعامل معاك بمعاملة جافة شوية يبقى هو لسه ملقاش الأجوبة اللي هو في دماغه. بس أنا مش عارفة هو مشاعره إيه بالظبط ليك، هو بيفكر فيك بس بيفكر فيك مش تفكير حب، مش اشتياق، لا التفكير اللي هو العلاقة دي راحة فين، طب وبعد ما نرجع، طب لو رجعنا هتحصل نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده ولا لأ، طب لما أحب أمشي من العلاقة همشي أروح فين. دي مشاعره دلوقتي. ممكن كمان ذيرمت كمان مش معناه ان هو مشغل مشاعره اصلا، ده معناه ان هو مشغل عقله بس بيفكر بس هيروح فين بعد كده. ازاي ان انت قاعده في الشقه ولا ايه، هو خايف يطرد منها. طيب هو شايفك ازاي؟ هو شايفك ان انت شخص مستقر جدا. اعتقد يا برج الجدي الشخص ده على فكرة انا مش عارفة جات لي كده مرة واحدة لما من الكروت كده بس ببص لها كده، الشخص ده ممكن يكون اقل منك ماديا. لو بنت مثلا، لو انت راجل البنت دي اقل منك ماديا وانت اعجبت بيها ودخلتوا مع بعض علاقة وبعدين هي مثلا مشيت من هذه العلاقة لانها حاسة بان هي مش هتقدر تكمل معاك. مثلا انت شخص غني قوي او عندك عيله كبيره مثلا وهي مثلا عيلتها متوسطه او عيله ما فيهاش ناس عظماء مثلا او حاجه، او مش عظماء ما بلاش نقول الجمله دي، خلينا نقول مثلا ان هي بتفكر تفكير تحت رجليها كده زي ما بيقولوا، يعني ما بتبصش لقدام، هي بتبص طب انا دلوقتي لو اهله مثلا ممكن ما يوافقوش عليا، اصلا انا مش مثلا مش بنت ناس قوي مش عارفه ايه. ممكن او انت معجبه بواحد تفكيره مادي شوية، ممكن يكون مش معاه فلوس وانت مستقرة ماديا جدا، انت شخصية معاك فلوس ومستقرة وبنت رجل مثلا بيملك شركات او رجل اعمال، او انت متعلمة وهو لا، حاجة كده، لان دول مع بعض يحيلي بكده، لانه بيفكر جامد قوي، شخص بيفكر جامد قوي، بيفكر في العلاقة ككل. وهو شايفك ازاي؟ شايفك الكينج اوف بانتس، شايفك شخص متمكن وجاد ومستقل ماديا وعاطفيا وكل حاجة كل حاجة. طب هو زعلان منك؟ زعلان منك ليه؟ هو ممكن يكون زعلان منك لانك بتحكم عليه بسرعة او مش فاهمه. بتحكم عليه بسرعة قوي قوي، بتقطع مرة واحدة هذه العلاقة. انت مش فاهمه على فكره يا برج الجدي، مش فاهم هذا الشخص خالص، وانا هحاول ان انا اوصل الشخص ده بيفكر ازاي. هو مبدئيا الشخص ده لو هو بيخرج من العلاقه مره واحده وما بيرضاش يرجع يكلمك مره تاني مثلا، او انت مثلا بتروح تصالحه وتقول انت بتعمل كده ليه، انت بتقطع معايا ليه، انا ما متركش حاجه. يعني مثلا تكونوا خارجين في مكان مثلا وراجعين مبسوطين جدا وتروح مكلمه ما يردش، يقفل تليفونه، او مثلا تلاقيه اتغير معاك مره واحده تقعد تسال. فانت طبعا بيجي لك طبعا اي شخص عموما مش انت بس، اي حد هيلاقي التصرفات دي تروح قاطع معاه بقى خلاص، انت شخص كذاب، انت ما بتحبنيش، انت بتستغلني مثلا عشان انا معايا فلوس او عشان كذا، او انت رضيتي تدخلي في هذه العلاقه وعشان انا مثلا شكلي حلو او حاجه ده. لكن هذا الشخص على فكره خلي بالك، الشخص ده عنده يأس، الشخص ده عنده يأس، عنده يأس منك مش منك انت. لازم افهم مين الشخص ده ماله. لازم افهم، حسيت ان انا في فيلم هندي دلوقتي. الشخص ده بيعمل معاك كده ليه؟ لو بيعمل تصرفات غريبة فهو بيعمل تصرفات دي ليه؟ التين اوف بانتكلز على فكرة الشخص ده بيحبك قوي، بص يا برج الجدي، هذا الشخص يا اما شايفك زي ما قلت لك حد اعلى منه مش هيقدر انه يخش معاه في علاقة،
يا اما شافك شخص سوي قوي نفسيا، سوي نفسيا، وهو مش مستعد للدخول في العلاقة دي، حاجة من الاتنين، لانه شايفك مستقر، مستقر جدا وعارف انت عايز ايه. يعني انت داخل العلاقة مساء الخير انا عايز احب، هو بداخل يقول مساء الخير انا عايز اجرب، ده الفرق. فلو هذا الشخص بيعمل معاك حركات اوف اون فهو مش مستقر نفسيا، مش سوي نفسيا بقى، لا مش مستقر نفسيا، ممكن يكون خارج من تجربة سابقة مأثرة على نفسيته جدا، فمش عارف انه يدخل او يدخل معاك هذه العلاقة، وطبعا انت مش فاهمه فبتحكم عليه احكام غلط. هو شاعر باتجاهك بمشاعر، بس هو مش هيقدر يخش في العلاقة دي، مش قادر. او ممكن يظهر لك بانه هيخش في العلاقة لكنه على فكرة من جواه هو مش سوي، لانه من جواه بص الفايف اوف وات، من جواه هو متلخبط مش عارف هو بيحبك ولا بيكرهك. وممكن يكون الشخص ده، انا ممكن يكون هذا الشخص مرتبط او في علاقة تانية، علاقة ثلاثية، هل هذا الشخص مرتبط او في علاقة تانية؟ هو كان في علاقة وتركها خلاص، وما زالت على فكرة العلاقة دي مؤثرة عليه، خلي بالك بقى، عشان كده هو مش عارف يقرر هو عايزك ولا لا، وخايف من التجربة، هو خايف يخش في علاقة تانية يخسر 8 كوبايات زي ما خسرهم قبل كده. كان في علاقة مستقرة جدا ولكن هو خسر 8 كوبايات، خسر حاجات في العلاقة دي كتير، عشان كده هو خايف. بس هو بيحبك، بس هو اعتقد التجربة السابقة بتاعته علمته انه يفكر مليون مرة قبل ما يتقدم في اي شيء، عشان كده هو قاعد لوحده مال يحسب وانا رايح فين وجاي منين، مش قصدي بيحبني ولا بيكره، بس هيكمل ولا مش هيكمل، هيسيبني زي اللي فات ولا لا. فانت بتحكم عليه احكام قاسية قوي واحكام مش في محلها خالص، هو لا بيكرهك ولا هو عايز لك حاجة وحشة ولا هو بيتسلى، هو شخص خارج من تجربة سابقة مؤلمة مثلا، او سايب وراه تجربة يعني بكل ما فيها، وعايز يبقى لوحده، هو عايز يبقى لوحده على فكرة شوية. حتى هو شايف العلاقة ايه، شايفها دفول، شايفها بداية حلوة قوي، مش بقولك الشخص ده عايز يخش بس هو خايف، شايف العلاقة دي بداية حلوة قوي قوي، دفول البداية اللي هو كمان كان بيبحث عنها، وشايفك شخص مستقر، الشخص اللي هو كان يتمناه، لكن هو داخليا تعبان نفسيا من التفكير فايف اوف وند، تعبان. و The Hermit مع الفايف اوف وند شبه بعض جدا، هو شخص مش مستقر وبيفكر مليون مرة، بس هو في الفترة دي هيظهر لك ايه اللي بص بقى، خلي بالك عشان بس ايه بقى تبقى فاهم، هو الفايف اوف وند، خلي بالك الفايف اوف وند هو متلخبط جواه، بس هيظهر لك انه ذا لافرز، هيظهر لك انه بيحبك، عارف ليه؟ عشان يرضيك، عشان هو شاعر بان انت بتعمل حاجات كتير قوي ليه، اوكي، انت شاعر بانك انت عايزه، انت بتحبه قوي، انت بتحبه على فكرة، وشاعر بان هو دي يعني انت عايز تكمل معاه. ممكن يكون هذا الشخص دي طاقته، وهو هو زعلان، هو تعبان على فكرة نفسيا، شخص تعبان نفسيا جدا، انت بقى عايز تخش العلاقة على طول، اللي هو انا هجوزك دلوقتي. خلي بالكم يا جماعة، احنا غير الطرف التاني، في نقطة تانية انا اكتشفتها يعني جديد، وانت داخل اي علاقة انت ممكن تكون خارج من علاقة من 3 ايام ما يهمكش وعايز تبني علاقة في ثانية، ممكن تتجوز تاني يوم عادي. في ناس بتنام تصحى تبقى ناسية العلاقة اللي فاتت، في ناس تانية يقولك لا ده درس وانا لازم اتعلمه، 1 2 3 ويلاقي نفسه مش عارف يحب، مش عشان مش عارف ينسى، عشان مش عارف يجرب، مش عارف يخش حاجة جديدة. هو هيظهر لك بانه بيحبك زي ما انت بتظهر له، لانه مش عايز يكسر بخاطرك على فكرة، وعارف ان انت بتعمل حاجات كتير قوي ليه، انت ممكن تكون بتشجعه على انه يخش معاك ولازم تنسى ولازم تعمل، بس هو بيحبك وهيظهر لك ان هو بيحبك وعايزك. بس خلي بالك هذا الشخص مش سوي نفسيا، يعني مهما قال لك خلي بالك، بس عشان ما يقولكش بحبك، وممكن تكون هذه الكلمة هو قالها من مشاعر تلقائية حسها اتجاهك، لكن هو في الحقيقة
هو لسه محبكش، هو فعلا لسه محبكش خالص، يعني هو مشاعر فقط، اعجاب، معجب باهتمامك، بكلامك معاه، لكن هو كحب حب لا. متأكد من مشاعره ليك برضو؟ لا، عشان ما اكدبش عليك، يعني هو هيفضل معاك وهيظهرلك المشاعر الحلوة دي، بس هو داخليا هو تعبان، تعبان وبيفكر مليون مرة. الافضل يا برج الجدي انك ما تغصبش على هذا الشخص، هو هيفضل، هو هي 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 هيحسسك بانه خلاص بقى بتاعك، وهيكلمك وهيهتم بيك وهيخرج معاك وهيجيب لك هدايا، كانك ارتبطت، بس هو داخليا مش سوي ومازال عنده لخبطه مشاعر من العلاقات السابقه. فخلي بالك من النقطه دي قوي قوي. يعني مشكلتنا ان احنا بندخل العلاقات مفكرينها هتمشي بقى ايه، واحد اتنين تلاتة، لا، في مفاجأة، في علاقات بتمشي خمسة تلاتة اتنين واحد، وبعدين تبقى بعدين ترجع بقى تمشي واحد اتنين تلاتة. يعني مش كل العلاقات لازم تتاخد سلمة سلمة خالص، هي يعني ممكن تبدأ من السبعة بعدين تخش على التانية، وبعد هو الشخص ده كده، الشخص ده عايز يترتب الأول وبعد كده هيمشي معاك واحد اتنين تلاتة أربعة. يمكن هو هيدي لنفسه فرصة ان يخش معاك العلاقة دي بس من غير مشاعر. هيخش معاك كايه بقى؟ كايه؟ مش هيكون بيتسلى خالص، هو هيخش معاك يشوف الاول هل هو قادر على انه يستقبل حب ولا لا، لان هو شايفك ان انت تجربة عظيمة جدا هو لازم يدخلها، دي بداية حلوة قوي. هو مشغول جدا في شغله على فكرة، وعنده كمان انجازات هو بينجزها يعني في حياته. طب خلينا نشوف كده، طيب برضو يعني هتأكد لك برضو من النقطة دي، هل هو مستعد بالفعل ان يخش معاك في علاقة حقيقية، او يتمنى ان يخش معاك في هذه العلاقة؟ عنده بس ايه بقى، البيج اوف كابس، بص برضو بيج حاجة صغير، هو عايز يخش بس تاتا 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 تاتا، انا هدخل معاك في العلاقة وهسمي الله، ويا عم هسيبني من الماضي وارمي اللي ورايا، بس بالراحة براح عليا براح عليا، عشان انا ايه ممكن اعم منك، براح عليه خالص هذا الشخص، خده على الهداوة. يعني ابدأ العلاقة كصداقة الاول، ودي نصيحتي، خش العلاقة الاول كصداقة، ازيك عامل ايه، وما تهتمش قوي قوي ولا تبعد قوي، خلي في مسافة، خروجه مثلا كل اسبوع، مش كل يوم مش كل يوم، ما تظهرش مشاعرك قوي عموما في اي علاقه، سواء كانت علاقه عاطفيه حقيقيه ام علاقه جديده، ما تظهروش مشاعركم مره واحده يا جماعه، لان ده بيخلي الطرف اللي قدامكم يتخض، هو الشخص ده مخضوض منك، انت دخلت مره واحده، بص انا مساء الخير انا عايزه اتجوز، او مساء الخير انا بحبك، فهو اتخض منك، هو خارج من تجربة صعبة ومؤلمة، فبالتالي لسه ما تشافهاش. فليه ما نخليش الشخص ده يتشاف على ايدينا وفي نفس الوقت نكون احنا البداية مثلا؟ طيب برج العذراء، ان كان هناك شخص قادم، هل هناك شخص قادم؟ مين هو الشخص القادم ده؟ الشخص القادم هو شخص من الماضي، ده باين جدا يعني، الفايف اوف بانتكلز، وممكن يكون بقالكوا فترة كبيرة جدا ما بتتكلموش، ممكن كمان يكون الشخص ده سافر وسابك او تزوج مثلا. ايه اللي بيميزه؟ ممكن تكون انت كنت مستنيه بقالك فترة، او ان هذا الشخص ذا ستار، شخص مشهور جدا حواليه معجبين، او امور قوي قوي قوي، بس اعتقد ان هذا الشخص انت كنت مستنيه برج الجدي. ممكن تكون يعني كنت بتحلم بيه كمان، بس هو شخص من الماضي يعني. انت هذا الشخص من الماضي بالفعل يعني. طب خلي بالك بقى يا برج الجدي، ركز معايا بس، هتميزه ازاي؟ الشخص ده متكبر قوي قوي، ومتكبر لأبعد حد، وشايف نفسه وبيشوف نفسه على اللي قدامه، ودايما عنده نقطة دي، بس ثلاث كروت يعني لطاف جدا
هو شخص بيحب يهزم اللي قدامه، هو واخد مقلب في روحه زي ما نقول، او ممكن يكون هو شخصيته كده او عمله مخليه كده، ممكن يكون ممثل، كاتب، حد مشهور على السوشيال ميديا، فهو شايف نفسه ان هو امور وجذاب جدا. لكن خلينا اشوف لك، طيب مشاعره ايه هذا الشخص؟ انت بيحبك، هو بيحبك، بس هو عنده 3 عيوب. شايف نفسه شوية، وبيعمل حركات صبيانية شوية برضو، لكنه راجع وندمان، راجع ندمان وعايز يبقى معاك علاقة جدية يعني. فما تقلقش منه ولا حاجة، بس هو ما اتغيرش. لو انت هتسأل بقى هو اتغير ولا لا، لا هو مازال بداية 3 ورود دي شخصيته، هي شخصيته كده. في ناس كتير بتقول لي هو شخص المتكبر بيتغير، انا عايز اقول لكم على حاجة، مفيش حد بيتغير، اللي بيتغير ده مش بيتغير، هو بيتشافى من حاجة هو حصلت له خليته يبقى متكبر او عنيد او كده، وبيفهم شخصيته يبدأ بقى يتصرف عكس الشخصية دي. يعني مثلا انا شخص متكبر، بعمل مثلا حركات تكبر مع الطرف اللي معايا، أبدأ اعرف انا ليه بتكبر وأبدأ ان انا اعالج دي. لكن تغير تغير لا، بيفضل عنده التكبر، لكن هو بيحاول ان هو يتغطى، اللي هو مثلا ايه، انا همشي كده وامشي كده، تكبر كده انا امشي كده. لكن هو بيحبك وعايز معاك علاقة جدية يعني، ان كان سابك من فترة كبيرة فهو عايز يبقى في علاقة جدية. شكرا يا برج.